نشرة الظهيرة، أهلا بكم. هذه أبرز العناوين. تساقطات مطرية غزيرة بعدة مناطق كانت بمقاييس كبيرة بورزازات، حيث غمرت المياه والشوارع والمنازل، وفي الراشدية حيث ارتفعت حمولة واد زيزغريس. الموسم ينطلق رسميا بمدن المهن والكفاءات للتكوين 12 مدينة بتعداد جهات المملكة، بينها مدينة المهن والكفاءات بطنجة دشنت أمس رسميا. عام على زلزال الحوز، نقف في النشر على جهود إعادة الإعمار وبناء المنازل المتضررة بترودانت. ونختم بمعرض تشكيلي بمدينة طنجة اختير له عنوانا بصمات. أهلا بكم. تساقطات مطرية وعواصف رعدية شهدتها أمس مدينة ورزازات قاربت مقاييسها 50 مليمترا. المياه غمرت الشوارع وبعض المنازل، كما تسببت في انهيارات جزئية لبعض الدور السكنية. السكان استبشروا خيرا بهذه التساقطات بعد سنوات من الجفاف، آملين ألا تسجل خسائر في الأرواح أو في الممتلكات. والنشرة الإنذارية مستمرة مساء اليوم وحتى يوم غد، وهي نشرة من الدرجة الحمراء، وهي أعلى درجات اليقظة التي تصدرها المديرية العامة للأرصاد الجوية. وفيها توقعت المديرية أن يتراوح تراكم التساقطات بين 70 و 120 مليمترا بين 6 من مساء أمس الجمعة والحادي عشر من ليلة غد الأحد، وذلك بورزازات وأيضا بزاغورة وتنغير والراشدية وطاطا. نتابع هذا الروبورتاج لطارق غانم. صور هذا الصباح من مختلف أحياء ورزازات، عواصف رعدية تسببت في انهيار 3 منازل في مدة زمنية قصيرة. المياه غمرت الشوارع والعديد من المنازل، ما خلف هلعا في الصفوف الساكنة. نعم، خدام الشتاء شوية سميتو كنشوفوا المداخل والغوات كتغوت المراه، واو 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 الناس اللي نقذوا الاولاد وهذاك الدري ذاك كريم. المشاهد ذاتها تتكرر في مختلف احياء المدينه. حي وادي الذهب، المياه غمرت المنازل وتسببت في اضرار ماديه مهمه. السلطات تسارع الزمن من اجل تسريح قنوات تصريف المياه. طاحت لي الدار ديك العشيه ديال البارح، هنا عامر حتى الماء حتى لهنا، دخلوا من الباب وعندي الدار نازله متر ونص، باش نازله وطلعوا جوج مترو وخرجنا البنات كيغوتوا. السلطات حذرت سابقا من عواصف رعدية وأمطار غزيرة تتراوح بين 80 و 150 مليمترا مصحوبة برياح قوية، ويرتقب أن تستمر إلى غاية الأحد المقبل. ومن ورزازات تنضم إلينا مباشرة على الهواء مراسلتنا نزهة بعزيزي. أهلا بك نزهة، ما أخر المستجدات بورزازات هذا الصباح بعد الفيضانات التي سجلت أمس؟ نتواجد الآن بهذا الزقاق وسط حي توريرت الذي تضررت به لحد الآن حوالي 7 منازل تعرضت لانهيارات جزئية بفعل الفيضانات التي شهدتها أمس مدينة ورزازات. هذه الفيضانات جاءت بعد عواصف رعدية وتساقطات مطرية بلغت 47 مليمترا في ظرف 3 ساعات. مياه الأمطار أغرقت الشوارع وغمرت بعض الدور السكنية التي هجرها سكانها والذين يتم حاليا تجميعهم داخل أحد مراكز الاستقبال جهزته السلطات المحلية من أجل إيواء المتضررين. الجهات المعنية اليوم من الوقاية المدنية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وأمن وطني وسلطات محلية تسارع الزمن وتواصل مجهوداتها لفك العزلة عن الساكنة ولتسريح قنوات تصريف المياه. هذا الصباح زهرة الصورة مخالفة تماما، لم تعد هناك أي أثار للفيضانات والأرض جفت، لكن النشرة الإنذارية مستمرة مساء هذا اليوم وحتى يوم غد بورزازات والنواحي، لذلك السلطات تهيب بالجميع توخي الحيطة والحذر والابتعاد خصوصا عن مسارات الأودية والشعاب. شكرا لك نزهة بعزيزي، كنت مباشرة معنا من مدينة ورزازات.
من بين المناطق التي عرفت تساقطات مطرية مهمة جهة درعا تفيلالت والتي تجاوزت بها المقاييس 50 مليمترا. تساقطات رفعت حمولة وادي زيزغريس مما أثر على البنية التحتية بالمنطقة. النموذج من جماعة أملاقو في روبورتاج حسن سكوري تحرير جيهان تبلالي. هنا بالجماعة القروية أملاقو التي تبعد بحوالي 100 كيلومتر عن مدينة الراشدية، تساقطات رعدية قوية خلال 24 ساعة الماضية وبنية تحتية متضررة من خلال المسالك الطرقية والبنيات القريبة من وادي غريس الذي يعبر المنطقة في اتجاه قلميمة. نطالب بإحداث سدود تلية في منطقة ثانوي تاني لكي لا تؤثر مياه الأمطار على حقول الفلاحية بأملاقو، لأن الفلاحة بالمنطقة تضررت بشكل كبير بعد الأمطار الغزيرة التي عرفتها المنطقة. بالنسبة للدوار خاصة أتبوج كيعاني من واحد المشكل ديال واحد الضرر اللي هو ملي تكون عندنا العاصفة رعدية بزاف، عندنا هنا واحد الواد قاسح بزاف. أضرار اللي داني الدار واحد الواد من زمان عينا ما نشكيو على هذا الواد، هو راه جاي من تنا، هانتوما كتشوفوا الجبل راه كيدخل القصر، كيدخل مزرعة ميلا قال، كيخسر الطريق بين السول والريش. ولأن المنطقة فلاحية بامتياز هنا بجهة درعا تفيلالت، فإن الأراضي الزراعية تضررت هي الأخرى بكمية التساقطات التي تجاوزت 50 ملمترا، فيما فرق المديرية الإقليمية للتجهيز تدخلت فور توصلها بالنشرة الإنذارية لفك العزل عن المنطقة. كلما توصلت المديرية بالنشرة الإنذارية حول وقوع زخات رعدية، تقوم المصالح المختصة بالمديرية بالتدخلات التي تكون تدخلات استباقية من خلال تحضير المعدات والآليات والوسائل البشرية لتكون على تأهب لأي طارئ. وفي انتظار موسم فلاحي جيد وملء حقينة السدود بأمطار الخير، تأمل ساكنة هذه الجهة في بناء سد واد غريس لحماية المنطقة من خطر الفيضانات وتوفير المياه الصالحة للشرب. وعلى إثر هذه التساقطات المطرية الغزيرة والنشرة الإنذارية التي تتزامن مع فترة العودة من العطل المدرسية والصيفية، أهابت وزارة التجهيز والماء بجميع مستعملي الطرق إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر نظرا لضعف الرؤية أو انعدامها في مثل هذه الظروف الجوية. وللمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بالرقم الهاتفي الظاهر على الشاشة. في النشرة أيضا، وسط آمال كبرى في تجويد المدرسة العمومية حتى تستعيد مكانتها كعماد للمنظومة التعليمية الجيدة والفعالة، انطلق الموسم الدراسي الجديد. الرهان على رفع جاذبية المدارس العمومية وتوفير بنية تربوية حديثة خاصة في العالم القروي، حيث تهيئ خدمات الإطعام والنقل المدرسي بهدف محاربة الهدر من المدرسة الجماعاتية أهل أنواد نواحي وجدة. روبورتاج عبد الحميد المرابط ويونس الناصري. بعد انصرام زمن العطلة الصيفية، المدرسة الجماعية أهل أنقاد نواحي مدينة وجدة تفتح أبوابها مجدداً لاحتضان أزيد من 200 تلميذ وتلميذة رجعوا إلى معانقة مقعد الدرس والتحصيل، والفرحة ارتسمت على محياهم. وجهود تربوية حثيثة لاستعادة حماسة وشغف الأطفال وتحفيزهم على مواصلة رحلة التعلم بهمة وإيجابية. جيت اليوم على المدرسة وتلاقيت معايا صحاباتي، كيعجبني نقرا ونكتب. أنا هذا النهار جيت فرحان وجيت للمدرسة فرحان باش تلاقيت بصحابي. تم اتخاذ واحد مجموعة من العمليات ذات الصلة بإنجاح الدخول المدرسي
بدءا من توسيع العرض المدرسي، وفي هذا الصدد تم اعتماد افتتاح 4 مؤسسات ابتدائية على مستوى إقليم وجدة أنقاد، وكذلك مركبين تربويين، وكذلك مؤسسة ثانوية تأهيلية. الهدف من هذه العمليات هو تحقيق أهداف خارطة الطريق والإطار الإجرائي للتنزيل فيما يتعلق تحقيق إلزامية التعليم، وكذلك تقليص نصاب الهدر المدرسي والرفع من اكتساب التعلمات. توفر هذه المؤسسة التي افتتحت قبل عامين على بنيات تربوية حديثة بما فيها أقسام التعليم الأولي وانخراط الأطر الإدارية والتربوية في تنزيل خارطة إصلاح التعليم رفع من جاذبية هذه المدرسة التي تحرص على تقديم مختلف خدمات الدعم والمصاحبة للتلاميذ القادمين من مختلف قرى الجماعة الترابية الأنقاد. الصراحة كان وليداتي كيقراو في مؤسسة أخرى، خديت لهم الانتقال نظرا لتناسب الوقت حيث هما دايرين توقيت مستمر يتناسب مع الظروف ديالي، حيث أنا امرأة موظفة. دونك الحمد لله استقبال زوين، كنتمناو لوليداتنا التوفيق. مجموع التلاميذ يصل إلى تقريبا 210 تلميذ وتلميذة، وكلهم يستفيدون من خدمة الإطعام المدرسي، وهذا اللي إيجابي بزاف. المدرسة تعرف واحد الجذب بالنسبة للمؤسسات المجاورة، نتيجة بطبيعة الحال المردودية أيضا بالنسبة للجمالية تاع المؤسسة كما تلاحظون، وانخراط بطبيعة الحال تاع الأطر التربوية في تنزيل الحياة المدرسية. باحة مدرسة أهل أنقاد تستعيد إذن حيويتها بعودة التلاميذ إلى فصول الدراسة، تعتري وجوههم ابتسامة ترسم أمل مستقبل يوفر حق التعلم للجميع. خدمات الإطعام والنقل المدرسي وصور الدعم الاجتماعي الأخرى أسهمت في عدم تسجيل أي حالة من حالات الهدر المدرسي العام الماضي بهذه المؤسسة. مر عام على زلزال الحوز الذي ضرب في 8 شتنبر الماضي، جهود إعادة الإعمار متواصلة، إعانة مالية خصصت لإعادة بناء المنازل المتضررة استفادت من دفعتها الأولية أزيد من 57,800 أسرة، بينها أسرة الطفلة سعيدة التي وفي انتظار الانتهاء من إعادة تشييد منزل عائلتها بجماعة تيزنتاس انتقلت إلى مدينة ولاد برحيل لمتابعة دراستها. ربورتاج من نواحي تارودانت للحسين الزيك رشيد لطفي. بفرحة وسعادة طفولية لا توصف اقتنت سعيدة محفظتها الجديدة وبعضا من المستلزمات الدراسية استعدادا لولوج مدرستها الابتدائية بمدينة ولاد برحيل. دابا الحمد لله شريت الشكارة تاع الكتوبة، ودابا بين نمشي نخبي حتى تكون حيت بين قرا شكون حيت بين قرا في ولاد برحيل مدرسة هارون الرشيد، بين تكتب كاملين ونقرا في المدرسة. بعد زلزال 8 شتنبر من السنة الماضية واستفادة عائلتها من منحة شهرية قارة، انتقلت سعيدة مع والديها وأربعة من إخوانها من دوار إخفيس بتيزنتاس شمال تارودانت لاكتراء منزل بولاد برحيل. هذا المسكن أكثر رحابة والمؤسسة التعليمية قريبة من المنزل. يهوت البرحيل هنا قريب لي للدراري كيقراو هنا في برحيل، تلك المنحة اللي عطانا سيدنا اللي 2500 درهم عاوننا بها الله يجعل البركة، هي عاونتنا مزيان صراحة، هي باش كنقضيو الأغراض ديالنا الصاير والمسائل، وباقي كنمشي للبلاد مرة كنطلعوا للبلاد. فرحة هذه الفتاة تستمر إلى غاية نهاية الأسبوع، إنه موعد زيارة جدتها بدوار إخفيس بتيزنتاست. الجدة أيضا استفادت من المنحة الشهرية كما استفادت هي وابنها من الدعم المالي للشطر الأول لبناء منزل جديد. نتلقى شهريا 2500 درهم، إنها منحة ملكية والتفاتة إنسانية. بعد إتمام بناء المنزل ستجتمع الأسرة هنا بالدوار من جديد إن شاء الله. تشكيدر تقرأ أغلب البلاد كنجي عند جدها، وحيت كان جي عندها وكنجلس عندها شي ايامات حتى نبيو نقراو وتاني كنرجعو، كنتمنى غير يبنوا لي الدار ونرجعوا ليها ونقراو وديروا لنا مدرسه جديده نقراو فيها هنا. وعلى انقاض الدوار القديم
سيتم الشروع في بناء المساكن الجديدة لعائلة سعيدة، ومعها ما يقارب 50 عائلة أخرى استفادت من المساعدات المالية المخصصة لإعادة بناء منازلها المتضررة. الوكالة الحضرية لتارودانت تؤكد أن المنطقة بإخفيس آمنة وقابلة للبناء، والتأخير مرده صعوبة أشغال إزالة مخلفات المساكن التي انهارت كلياً. تبعا للدراسات اللي دارت لدارتها الوزاره ديال الاعداد والتراب الوطني والاسكان وسياسه المدينه حول قابليه البناء وتحديد المناطق الامنه للبناء، هذا الدوار ديال الاخفيس يعتبر من بين الدواوير الامنه اللي ممكن البناء بها، وفيه تقريبا واحد 47 مستفيد لحد الان، راه 46 منهم خداو الرخص ديالهم وخداو التصاميم ديالهم، وان شاء الله سيتم اعطاء الانطلاق للاشغال في هذه الايام القادمه ان شاء الله. جامعة تيزينتست من الجامعات الأكثر تضرراً بإقليم تارودانت، وتضم أزيد من 1100 مستفيد من الدعم المالي لإعادة بناء المنازل، وقد تم استصدار جميع رخص البناء، وبدأت فعلياً أزيد من 500 أسرة في بناء الدعامات الأولى لمنازلها الجديدة. دوار إخفيس بجامعة تيزينتست بتارودانت الشمالية، الدوار سجل وفاة 47 شخصاً يوم 8 من شتنبر من السنة الماضية. اليوم وبعد مرور سنة نسجل كذلك استفادة ما يقارب 50 عائلة من دوار أخفيس من منحة شهرية وكذلك من الشطر الأول لإعادة بناء المنازل الجديدة. وغدا نخصص نشرة الظهيرة بالكامل للذكرى الأولى لزلزال الحوز عام بعد الزلزال الذي دار بائدا في 8 من شتنبر 2023. نقف عند المنجزات وجهود إعادة الإعمار ودعم الأسر المتضررة. موسم 2024-2025 انطلق رسميا بمدن المهن والكفاءات للتكوين التي تعكس الاهتمام الملكي بقطاع التكوين المهني باعتباره ورشا استراتيجيا للتنمية الاقتصادية ولإدماج الشباب في سوق الشغل. 12 مدينة بتعداد جهات المملكة بينها مدينة المهن والكفاءات بطنجة دشنت أمس رسميا باستقبالها أول فوج من المتدربين والمتدربات تتيح تكوينا يستجيب لحاجيات الجهة من الكفاءات. روبورتاج صديق بن زينة فريد غيتو. هذه سادس مدينة للمهن والكفاءات على المستوى الوطني تفتح أبوابها بطنجة، وقد أنجزت هذه المنشأة على مساحة 12 هكتارا لتوفر عرضا تكوينيا ل 3300 مقعد بيداغوجي، منها 1800 متدرب في السنة الأولى للتكوين. الشعبة اللي اختارت هي دياغنوستيك إلكترونيك أمباركي أوتوموبيل. من اللي جينا هنا أول نهار في الافتتاح لقينا المعدات جديدة، كنحسوا براسنا بحال احنا خدامين في شركة. وفي هذه المدينة المهن والكفاءات فالستاجير كيكومبيني ما بين جوج ديال لي فونكسيون، اللي هو انه كيتعلم و تيبراتيكي، وهذا البرانسيب اللي كنسميوه البرانسيب ديال ليرنين باي دوين. لو ستاجير تيقرا لابارتي تيوريك و ميم طون كيدير لابارتي براتيك، باش اي فوا كيتخرج كيكون عنده واحد لو بروفي اللي هو اديكوا باش انه يقدر يخدم في الميليو اندستريال. وتضم هذه المؤسسة الجديدة 9 أقطاب مهنية تشتمل على 6 منصات مندمجة للتطبيقات مجهزة بأحدث المعدات التكنولوجية، ويغطي هذا العرض التكويني 86 شعبة في التكوين الأساسي، أكثر من 70% منها جديدة، وهو العرض الذي سيمكن المستفيدين من تكوين يؤهلهم لولوج سوق الشغل والمساهمة في التنمية الجهوية. هذه البنى المجددة المخصصة لتطوير الكفاءات هي ثمرة الرؤية الملكية الريادية، وقد تم إنجازها في إطار خارطة الطريق الجديدة من أجل تطوير التكوين المهني تنفيذا للتعليمات الملكية، من أجل إرساء جيل جديد من المؤسسات تجتمع فيها الشروط الضرورية لتحفيز الكفاءات وتوفير تكوين ذي جودة عالية وإعدادها للاضطلاع بدور فعال في الديناميكية الاقتصادية الترابية والوطنية. territorial et national plus globalement. المشروع اللي ساهمت فيه مجلس
مجلس جهه طنجه تطوان حسيمه ب 100 مليون ديال الدرهم. هذا المشروع ديال هذه المهن الكفاءات هي عتساهم في التشغيل وعتساهم في جلب استثمارات مهمه من جهتنا الجهه ديالنا ولبلادنا. ومن أجل ضمان الظروف الملائمة لتكوين المتدربين توفر مدينة المهن والكفاءات العديد من الفضاءات المعيشية بما في ذلك الإقامة لفائدة 450 متدرب ومتدربة، وقد تطلب إنجاز هذه المنشأة غلافا ماليا تجاوز 470 مليون درهم. في مواكبتنا لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنة 2024 نسلط الضوء اليوم على سير العملية بإقليم الحوز، الإقليم الذي تضرر كثيرا بفعل زلزال الثامن شتنبر أي قبل سنة من الآن. سير عملية الإحصاء نتابعها من دوار البور بالجماعة الترابية ويركان في ريبورتاج حسن بن رابح. على ارتفاع ما يقارب 1000 متر عن سطح البحر تنتصب الجماعة الترابية ويرغان بالمنطقة المعروفة بالغابة، يوجد مقر الإيواء المؤقت للعائلات المتضررة من زلزال الحوز. معظم أرباب الأسر منهمكين في تتبع أشغال بناء أو ترميم بيوتهم. حضور إجراءات الإحصاء العام للسكان والسكنة 2024 يقتصر على أرباب الأسر الذين ليست لديهم التزامات حيوية، عملية تتم في ظروف جيدة وبتنسيق تام مع السلطات المحلية. انا هنا دوار البور عندي 5 الوليدات والحمد لله الاحصاء داز بخير وعلى خير. الناس حسبوا بداك الشيء اللي عندهم وداك الشيء اللي كانوا في العائله وكل شيء بخير. قياده ويرغان تابعه لدائره اسني، وهي واحده من 38 جماعه ترابيه معظمها تضرر بشكل كبير من زلزال الحوز. هنا بدوار البور العديد من الاسر فقدوا فردا من افراد عائلاتهم. الاحصاء هنا ليس مجرد ارقام بل حزمة من المشاعر. هذا الشيء هو غادي مزيان، هذا الشيء ديال الاحصاء الحمد لله. حنا مازال ما تحصيناش ولكن الناس راه خدامين. هذا الشيء ديال الزنزان راه توفى لنا فيه الوالد والاخ، والوالده مسكينه حتى هي بحرام ما جبدوها الناس حتى شي 3 الليل، قعدت شهر في السبيطار. وسيدنا راه عاون بهذيك 50000 ريال وهذيك 14 مليون ديال الديور غاديه حتى هي شويه بشويه. الحمد لله كنتمناو هذا الشيء ان شاء الله يتقاد وترجع الامور كي كانت وصافي. بعد حين حان دور ام هذا الشاب للاجابه عن اسئله سجل الاحصاء. احصاء سبقته عمليه تحديد والتعرف على الميدان من قبل فرق مختصه مكونه من باحثين ومشرفين، ومن اجل ضمان سير هذه العمليه في ظروف انسيابيه. نشره متواصله فيها ايضا. عشرات الشهداء مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب من جنين بالضفة الغربية. قصد تدبير المخاطر المهددة للنظم البيئية بالواحات مشاورات في الراشدية تحضرها الفاو بحثا عن إرساء ميثاق الواحات المستدامة. وقبل ذلك أعلنت وزارة الداخلية أنه منذ بداية هذا العام تم إحباط أزيد من 45,000 محاولة للهجرة غير النظامية، وذلك بفضل مرونة إجراءات مراقبة الحدود والسواحل. وبحسب معطيات الوزارة الجزء الأكبر من هذه المحاولات أحبط بعمالة المضيق، حيث وصل عددها إلى أزيد من 11,000 محاولة للهجرة غير الشرعية، يليها إقليم الناظور بأزيد من 3300 محاولة، وذلك خلال شهر غشت الماضي، وهي محاولات قام بها أشخاص من جنسيات مختلفة. كما فككت الأجهزة الأمنية 177 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين، وأنقذ أزيد من 10,000 مهاجر في عرض البحر. في الجزائر تجرى اليوم انتخابات رئاسية دعي للمشاركة فيها أزيد من 24 مليون ناخب، ورهانها الأكبر يكمن في نسبة المشاركة في وقت ينتظر فيه فوز الرئيس الحالي بولاية ثانية،
ويبدو الفائز معروفا مسبقا بالنظر إلى نوعية المرشحين وإلى قلة عددهم وكذا الظروف التي جرت فيها الحملة الانتخابية. وكانت الانتخابات الرئاسية السابقة والتي أجريت قبل 5 سنوات من الآن كانت شهدت عزوفا قياسيا بلغ 60%. بعد عملية عسكرية واسعة طالت لعشرة أيام انسحب الجيش الإسرائيلي أمس من جنين بالضفة الغربية المحتلة. وفي قطاع غزة يمضي الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه لليوم 37 بعد 300 ونفذ قصفا استهدف مناطق متفرقة حيث استشهد عشرات الفلسطينيين. هذا وأبلغ الدفاع المدني عن وقوع إصابات في قصف منزل في البريج في وسط القطاع. طارق غانم. بصدمة وحيرة ترقب هذه السيدة مشهدا من يومية الحرب على القطاع. قطاع حوصر أهله وتفرقت بهم السبل بين شهداء ومصابين والنازحين. جيش الاحتلال واصل عدوانه مسقطا 33 فلسطينيا خلال الساعات الماضية. القصف استهدف خياما للنازحين في جباليا والنصيرات. وخلال أولى ساعات صباح اليوم جيش الاحتلال وجه مدافعه نحو مدرسة لجأ إليها الفارون من جحيم الحرب، لكن الرصاص الإسرائيلي لم يخطئهم. سقط 8 فلسطينيين وأصيب العشرات. وبينما تضغط الإدارة الأمريكية على الطرفين لقبول عرضها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، حركة حماس دعت واشنطن إلى ممارسة ضغط على تل أبيب. في المقابل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إنه لا يوجد اتفاق قريب. نتنياهو الذي يواجه ضغوطا داخلية لإبرام اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن في غزة، انسحب جيشه من مخيم جنين شمال الضفة الغربية فجر الجمعة مخلفا دمارا كبيرا في الشوارع والمنازل والبنى التحتية. ففي الساعات الأولى بعد الانسحاب يتفقد الفلسطينيون عائلاتهم والتجول في المخيم ومراجعة أحداث أيام الاقتحام العسكري الأطول والأوسع منذ الاجتياح إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية. دعت بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، وهي البعثة التابعة للأمم المتحدة، دعت إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة من دون تأخير في هذا البلد بهدف حماية المدنيين من الجرائم التي يتم ارتكابها والتي قد يرقى العديد منها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ولفتت البعثة إلى استهداف المدنيين والمدارس والمستشفيات والبنيات التحتية المدنية والمراكز المرافق الحيوية الأخرى. ومنذ اندلاع الحرب شهر أبريل من العام الماضي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو، قتل آلاف الأشخاص وأصيب أكثر من 33,000 فيما فر أكثر من 10 ملايين سوداني. نعود وطنيا قصد تدبير المخاطر المهددة للنظم البيئية بالواحات. مشاورات عقدت في الراشدية بحضور منظمة الأغذية والزراعة الفاو والتابعة للأمم المتحدة بحثا عن إرساء ميثاق الواحات المستدامة. روبورتاج من تحرير جليلة بن فتان. تصارع الواحات من أجل الصمود في وجه عدد من التحديات، لا سيما التغير المتسارع للمناخ والتصحر وتوالي سنوات الجفاف. ولتعزيز صمود الواحات في مواجهة هذه المخاطر، ورشة تشاورية نظمت بالراشدية من أجل صياغة مشروع ميثاق الواحات المستدامة. المشروع له أهمية حاسمة من حيث التعاون بين منظمة الفاو والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان. هو مشروع يروم تقديم العديد من المعطيات المتعلقة بتدبير المياه في النظم البيئية من خلال دراسة معمقة. مشروع ميثاق الواحات المستدامة يتوخى أيضا بلورة رؤية استراتيجية وخطة عمل واقعية وعملية بما يسمح وتعزيز حماية هذه النظم البيئية الهشة من المخاطر التي تهددها.
هذا الميثاق غادي يكون كذلك واحد أرضية من أجل أولا مزيد من التشاور والتشارك ما بين جميع الشركاء من أجل تفعيل هذه الاستراتيجية، وكذلك إيجاد حلول مناسبة لهذا يعني الواحات من أجل تحديد مجموعة من المبادئ ومن الأهداف وكذا التزامات ديال جميع المتداخلين في هذا الشأن من أجل واحد الهدف هو تنمية الواحات بطريقة مستدامة متأقلمة مع التحولات المناخية. هو ميثاق من شأنه إذن أن يعيد للواحة مكانتها على المستوى البيئي والاجتماعي لما تلعبه من دور أساسي في منع زحف الرمال وحماية المحيط البيئي. المنتخب الوطني المغربي يستهل مشاركته في المنافسات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 بفوز عريض على الغابون 4-0 سجلها عناصر المنتخب الوطني على أرضية ملعب أدرار بأجادير، والمدرب وليد الركراكي راض على الأداء الهجومي فيما أشار إلى وجوب الاشتغال أكثر على جانب الدفاع. محمد القردة. على ملعب أدرار تجدد اللقاء الأسود في مستهل مشوار إقصائية كان ضمنوا تواجدهم فيه مسبقا بالمغرب. المواجهة كانت فرصة لرفع درجة الانسجام. انتصار برباعية قدم القناعات على مستوى الخط الأمامي وطرح أكثر من علامة استفهام على مستوى خط الدفاع. حكيم زياش 10 دقائق بعد بداية اللقاء منح الأفضلية للعناصر الوطنية من نقطة الجزاء. المنتخب الغابوني أتيحت له فرصة التعديل عن طريق أوباميونغ الذي أخطأ التسديد. رحيمي أسقط مدافع الغابون في المحظور ضربة جزاء أخرى للعناصر الوطنية. زياش بار لها موقعا ثاني الأهداف قبل أن يقلص أوباميونغ الحصة لمنتخب الغابون قبل نهاية الشوط الأول. جربنا أشرف لاغوش نصير أبقر الماتش ديالو او ميو تيران وزينا ريسك اوفنسيف ليكيليبر مع حكيم و بيلال افيك دو 10 مي سي بيان سي دون لا بونسي ليبرينا باسكو عارفين مع دي بلوك با مع الفرق كي فحال هادو يوا فولور افوار دو لا كاليتي اوفنسيف مانون اوروزمون عندنا بزاف الوقت انكور باش نجبروا ديك ليكيليبر بين لاتاك و لا ديفونس. في الشوط الثاني المنتخب الوطني بحث عن تعزيز النتيجة بهدف ثالث وهو ما تأتى في الدقيقة 50. إبراهيم دياز وقع أول أهدافه مع المنتخب الوطني قبل أن يختتم أيوب الكعبي رباعية العناصر الوطنية. لا يسعنا الآن إلا أن نواصل العمل، سندافع عن حظوظنا كاملة. اليوم لعبنا ضد منتخب مؤهل مسبقا، سنحاول تصحيح ما يمكن تصحيحه. 4-1، مباراة إقصائية بطبع ودية، إيجابية سجلت وثغرات وجب تصحيحها قبل ما هو قادم من استحقاقات. ونختم بالخبر الثقافي. بصمات عنوان المعرض التشكيلي الذي اختاره الفنان علي الشوكي لمجموعته من اللوحات التي افتتح معرضها أمس بطنجة، تجربة تشكيلية جديدة أبدع فيها الفنان في تشكيل المجرد وإنتاج الجمال. ريبورتاج صديق بن زينة وفريد غيتو. حين تتحول الصباغة من فعل تشكيلي إلى مادة خاضعة لسلطة الفنان وضالته، هكذا يعلن الفنان علي الشوكي انخراطه في ترويض مادة الصباغة ليخرج بهذا الأداء الجميل في معرض أسماه بصمات، بصم بها هذا الموسم الثقافي الجديد لرواق محمد دريسي بطنجة. تشكيلي بصمات اللي من خلاله كنعرض مجموعة من اللوحات باختلاف التقنيات، باختلاف وبجرأة في الألوان وفي التشكيلات اللي هي جرأة نابعة من مرحلة ما بعد كورونا. عجيب وإلى حد الغرائبية ما تتيحه الصباغة حين تترك لحالها، فتتكاثف ويصبح تشكيلها متاحا للتعبير التشكيلي. إنه التجريب الجميل الذي يقتطع من الرأي نفس الانبهار. معرض جميل جدا، فنان تشكيلي باهر ما شاء الله على الالواح اللي شفنا اليوم، تقنيه جديده ديال الفنان ديالنا علي الشتوكي. علي الشتوكي هو فنان جانا من الدار البيضاء وبيه عنده السنه الثقافيه
الجديدة، أعمال جميلة، اشتغال على واحد طريقة جديدة. هكذا إذن يدشن الفنان التشكيلي علي شتوكي الموسم الثقافي لرواق محمد دريسي بطنجة بمعرض بصمات إلى غاية 24 من الشهر الجاري، وهو بصمة قوية في مسار الفن التشكيلي الحديث. في ختام الظهيرة إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. تساقطات مطرية غزيرة بعدة مناطق كانت بمقاييس كبيرة بورزازات، حيث غمرت المياه الشوارع والمنازل، وفي الراشدية حيث ارتفعت حمولة واد غريس. الموسم ينطلق رسميا بمدن المهن والكفاءات 12 مدينة بتعداد جهات المملكة، بينها مدينة المهن والكفاءات بطنجة دشنت أمس رسميا. عام على زلزال الحوز، وقفنا في النشر على جهود إعادة الإعمار وبناء المنازل المتضررة بمناطق تارودانت. لإعادة مشاهدة النشر ولمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا دوزام.ما وتطبيق ماي دوزام. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.